مرحبا بكم في سلطة عمران. عندنا يا شباب حلقة جديدة من برنامجكم بلاك اند وايت، البرنامج الأكبر أعظم أشهر أجمد فورتيكا زحلقة من المحيط إلى الخليج. ألز 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 عامل أخشك. أنا زعس زعس. الكوكب يمر الأيام دي بفترة استقرار، الحمد لله، نتمنى الحمد أن لله. تبقى وتستمر ولا يرحمها من الزوال يا مسهل الحال. لا الحمد لله باشا، الأمن مستتب. الميوزك في القناة دادي وشاجي بالإنجليزي، المغير في دادي وشاجي بالعربي. أيوة. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الاستقرار سيد المدينة. يا مسهل الحال يا رب، أتمنى أن يكون الموضوع ده مستمر بعون الله إن شاء الله. إن شاء الله, إن شاء الله. إن شاء الله. تسمح لي أخي شاجي أسألك السؤال الأزلي الأهم الأجمد المتداول على ذلك الكوكب، وهو يقول معنا النهاردة أخي شاجي. معنا النهاردة سلمى رشيد. سلمى رشيد وماكسيم، ناس كتير قالت لنا نعمل. سلمى رشيد بنزلها ألبوم تقريبا وعاملة تراك مع ديزي دروس. يعني عارفين يعني ده معناه ايه؟ ايه هم عارفين، انا بسالهم هم بيقولوا هم يقولوا عارفين ده معناه ايه ولا مش عارفين. فبس لو مش عارفين اعرف. بس الالبوم ده يعني الشركه الديستريبيوت الالبوم عامله بلوك على الالبوم، ما ينفعش حد ينزل منه حاجه، فمش هنقدر نصور. عرفوا ان احنا هنعمله قال لك لا بلوك بلوك. نوم احنا بقى مفعلين هاشتاج لا للبلوك يا ولده. حسيتك هتشتم مش عارف. لا 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 اخد الحق صنع مال بالبلوك يا ولاد ده. اخد الحق صنع صح. وجايب لك اسمه اخي شيء هكا ماما. هكا ماما هكا واحنا لله ساجدي. هي بس عم تسمع شمس ما لا لا ماما. هي انت ايه يا والله. لا بس الاثنين واحد، انا فاكره ان الاثنين واحد يعني. لا ما تقولش. فاحنا منها ايه بقى عملنا ايه؟ ايوه عملنا ايه بقى. سمعنا هكا ماما ان الناس بتطلبها. أيوة. وسمعنا سلمى رشيد اللي منزله البوم عليه بلوك مش عارفين نصور. ده بقى اللي هو ايه، خد الملف اللي جاي على الواسع صح. انا عارف انا الحاجات دي معلش، بس باشا لن نغلب. انا عايز اعرف حاجة. اعرف باشا، في كمية عدم سبسكرايب موجودة غير طبيعية. ده حقيقي. لا ده بجد. انا مش انا ما بحبش اقول الكلام، ما بحبش الكلام في الموضوع دي، بس الموضوع بقى غير طبيعي. بس ده كسل يا زميلي. كسل ماشي. كسل جدا يا زميلي. لو كسل يبقى اوكي. كسل مرحلة الوحش خلاص في الكسل. يبقى نطلب منهم يعملوا سبسكرايب وتفعيل الجرس وفولو على الانستجرام، وتروحوا وتعملوا لايك كمان، وتروحوا على الفيسبوك والتيك توك. اوكي اوكي. واحد كسلان اديله بقى يا باشا. ما هقول لك الكسلان اديله حاجه واحده بس، عشان لو اديت له اكتر من تاسك مش هعمل لك ولا تاسك. نعم. نبداها النهارده بايه؟ يعني النهارده مثلا سبسكرايب يا سيدي. سبسكرايب بس يا سيدي. بس يعني مش عايزين لايك يعني. مش عايزين لايك ماشي. يعني احنا بقى بنضحك. دخلنا في عب التفاصيل والان يا استاذ كمان يبقى ادخل في اعظم التفاصيل. خلاص يا زميلي دخلنا تاني كده. والآن موعد الدخول يا أستاذ جمال في أعظم التفاصيل. كوك ستوديو مقدم لكم من طرف كوكا كولا. كوكا كولا كوكا كولا كولا. أخيرا أخيرا واحد بيضحك. مولاي إبراهيم سحب الفوضى رايقدي حوايشو والفعانة. بس عشان ايه احنا تزولنا مع ال انا عجبني الهاند فريز وما سمعتش الكلمات. يلا بينا. مولاي إبراهيم سحب الفوضى رايقدي حوايشو والفعانة أخرب دك الخلانة. خرس كبار والبلاء يا تريانة باش كافي حسن ماما. حلو قوي. هو ده موال يا جدعان ولا ده ايه؟ موال صح؟ موال موال بس موال بالطريقة المغربية. ايه بقى الملحون ده؟ ده ملحون صح؟ لا ما هو لسه ما بانش هو ايه، بس ده موال عادي. لا الطريقة اللي بيغني بيها دلوقتي دي صاحب الفوضى رايقدي حوايشو والفعانة دك الخلانة.
طلع عليك طلع عليك احسن ماما هكا ماما انا لا ماما ايه انا لا ماما والعصينا واحنا لله تايبين الا لا ماما انا لا ماما عذرا عذرا بتاعت شامة منخوره في دماغك منخوره في دماغك من الحاجات الحلوه ايوه في طريقه الغنى عندكم ان في لعب بالصوت بيبقى كتير جدا في ال ما ده الملحون ده اعتقد انت فاهم لا 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 ده الغنى عامه في المغرب بتحس ان هم يعني العرب العرب طالعه نازله طالعه نازله وكتير جدا في اوقات قصيره جدا انت فاهم مميزين بيها انتوا لا اللي هي الربع تون ولا مؤاخذه ايه يا ربع تون اي انا لا ماما والعصينا واحنا لله تايبين الزين 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 ما نفوت ونخور موت بالحديد حلو مولاي ابراهيم سحب الفوضى رايح ديحه بص بص يقول تعالى دق الخلاله خلاص كبار والمدى انا بس عايز انا عايز انا الكلام ده مش فاهمه خالص يقضي حوايجه ودي معروفه يعني مولاي ابراهيم صاحب الفقره صاحب الفقره الفقره دي اللي هو جاي من الفقر الفقره الفقره صاحب الفقره يقضي حوايجه وكله لفعاله يعني ايه بقى نقول له لفعاله يعني نشتكي له مثلا الفقره يشتكوا له راح يقضي حوايجه ونقول له لفعاله ونقول فعالة دق الخلالة دق الخلالة دق الخلالة خلالة دي اللي هي بقى خلالة دي اللي هي خراس خراس كبار ومبالة ومئات ريالة خراس كبار دي اعتقد انها مباني على ما اعتقد خراس كبار ومبالة خرصانة مثلا ونبالة خرصانة خرصانة ايه يا اسطى في ايه سيبنا اشطح يا اسطى انت عارف الاغنيه دي من امتى دي من سنين السنين الاغنيه دي كان في خرسانه يبقى هنعديها ان هم عندهم خرسانه زي عندنا بس من خرسانه من الاف من مئات السنين ايوه يا صديقي هو كان في خرسانه خرسانه مش كان عندنا برضو من 6000 سنه كده شغالين بالخرسانه صح صح بنوا الاهرامات بالخرسانه خراس كبار ومبالة خراس كبار ومبالة النبالة دي جايه من نبل تمام ومئات ريال مئات ريال خراس كبار مش عارف بقى خراس دي ممكن تبقى ايه صراحة لفعالة دق الخلالة خراس كبار والمدى مئات ريال باشك في حسن ماما هكا ماما عديل ماما هكا ماما عديل ماما هكا ماما أنا ماما والعصينا وحدة لله تاي وتكون السلسلة عليها ويكون رسامها جديد وتكون خزانة خراس كبار ومبالة وميالة باش يكفي حسن ماما هكا ماما هكا ماما هكا ماما هكا ماما مولاي حلوة قوي 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 اللحن بتاع الزين الزين دي بيدخل هنا ما بيطلعش يعني والله العظيم بجد بس انا حسيت ان هما الاثنين مش راكبين خليك انت في احساسك وسيبني انا في استكانيوسي كده اسمع بس دخل سمك السلسلة عليها ويكون رسامها جديد دوك الخلالة خراس كبار ومبالة ومياه يا باش يكفي حسن ماما هكا ماما هكا ماما هكا ماما مولاي إبراهيم صاحب الفضة رايق تيحة ويجو دوك الخلالة خراس كبار
احسن ماما هكا ماما هكا ماما هكا ماما خبز السرقينا لا ناكل فيه مندقو يخليه وبناته ده كلام جديد بقى بالنسبه لنا بنت حليمه اللي عجناته دي كانت موجوده في التراك القديم يبقى اللي كان قبلها موجود لا 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 ما كانش موجود السرغينة دي اللي هي ايه خبز السرغينة نوع الخبز سرغينة سرغينة اه زي خبز توست بلدي مثلا اه تحس بقى. تحس ان خبز السرغينة بس شكله كان مشهور ايه توست بقى. بلدي دي اصلا توست بلدي توست على بلدي على بو توست بلدي على بو ايوه ايوه عمو ابتسم عمو مولاي ابراهيم سحب الفودرا يدي حوايجه كل العالم الخلالة خلاص كبار من بان يا غريالة باش نكف احسن ماما هكا ماما هكا ماما هكا ماما انا ماما طول عصينا وحنا للدايم سين سين ما نموت خل نموت بحدين ويش كون السنس بالعبية ويكون رسالة جديدة لا سلمى جبارة صراحة إيه سلمى إيه جبارة سلمى جبارة جدا في نفسها خد بالك اه جامدة جدا كوك ستوديو قدم لكم من طرف كوكاكولا كوكاكولا استحقاقا للحق استحقاقا ما تقولش انك ما اتبسطتش بالله عليك استحقاقا للحق ما تقولش انك ما اتبسطتش صديقي الاستحقاق للحق لا يمكن التداول فيه اوه استحقاقا للحق هو كل واحد حلو لوحده فيهم هما الاثنين يعني كل واحد حلو لوحده حلو بس هما الاثنين مع بعض حلو مش راكبين خالص الصراحه صراحه يعني ماكسيم بسم الله ما شاء الله طريقه الغناء بتاعته حلوه جدا جدا سلمى طبعا يعني لا جدال ولا فصال عليها بس الاثنين فعلا التكنيك بتاع غنى ماكسيم مش راكب على التكنيك بتاع غنى سلمى ده اللي انا حسيته الصراحه وحسيت شويه ان كل واحد في وادي يعني كل واحد بيلعب في الحته بتاعته والاثنين بعاد عن بعض شويه بس انا شايف فيجن ما بينهم حلو هذا كان الاستحقاق لا بس انت ممكن يكون انا والله اعلم يعني بس انت ممكن يكون حاسك بكده ان انت متعود على التراك ده بطريقه معينه وجيت سمعته دلوقتي لا والله 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 حاولت اخرج من دماغي خالص اللي احنا سمعناه من شامة انا بتكلم على الكومباينيشن بين الاثنين مش حاسسهم يعني زي ما قلت لك حسيت لو كل واحد لوحده حلوه جدا معاه انت فاهم طريقه تقسيمه بتاعت ماكسيم حلوه جدا في طريقه الغنى بتاعته انت جامد فاهم بيطلع وينزل كتير سلمى بقى بتلحن انت فالاثنين مش راكبين على بعض انت فاهم واحد حاسس رتم سريع جدا والتاني وسلمى بتسحبه للريتم البطيء فعارف انت التركيبه مش عيب جدا انا حسيتها حلوه ما بس هي حلوه لان الاغنيه اصلا حلوه الاغنيه اصلا فعلا يعني الاغنيه حلوه وتحس ان هي الاغنيه دي تحسها عجينه تتشكل ب500 حاجه وهو اصلا
واثار. اغنيه اثار ده حقيقي ده حقيقي ده حقيقي فعلا حلو قوي الصراحه. استط على فكره ده الطبيعي والنورمال. البرامج اللي زي دي زي كوك ستوديو والحاجات دي كلها بيبقى فيه فيتشر نار وتلاقي فيتشر عادي وتلاقي فيتشر مثلا مش احسن حاجه المره دي. هو ده كده يعني. هي اصلا فكره بالنسبه لي ده حلو. فكره البرنامج كده عامه انا بالنسبه لي ده حلو. ولولا اختلاف الاذواق لبرت الاولى بس معروفه يعني. ودي كانت حلقه النهارده من برنامجكم بلاك اند وايت. كان معاكم مستر دادي شبي سلام.